من عام 81 الى حسن دابا حنا باقي في الصنعه اللي كنا دريين صغار اللي عندنا داك الشيء 14 15 عام وحنا عايشين في الصنعه حنا باقين فيها لحد الان. لو صيب شي حاجه احسن ما كل شيء غادي نحيد فهمتي البديل ما كاينش. الصناعه يقولوا لا ما غلطش طول في العمر احنا كنطلبوا غير بالستره ما عندنا غرض فيها. وهذه اختلفوا علينا حيت احنا كنا ناس قنوعين من الاول ديالنا وحنا قانعين ما عندناش شي طموح اللي غادي نكونوا تجار ولا غادي نكونوا واحنا في الحقيقه ما كنضغطوش على ولادنا ناحيه يتبع اللي بغى باش غدا بعدو ما يقولش باط وجهو هكا ولا وجهو هكا حيت با ما عندوش مستوى دراسي باش يوجه ابنه. حنا الوالدين ديالنا كانوا كيقولوا لنا شكون ملك على راسو ملك على راسو هو الصنع